بلو سنجلت بشير سيدي أصغر. والحمد لله يا ربي الجزائر كان عندها نصيب كبير من الميداليات، وهذا دليل أنه الاتحادية الجزائرية تخدم، الاتحادية الجزائرية المصارعة تخدم وإن شاء الله تبقى تخدم وبالانضباط والعمل، وإن شاء الله تكون ما خير وإن شاء الله الاستمرارية دائمة. الله يا ربي برمي الكومبات توفقت على السعودي، ديزيام كومبات على العراقي، وفينال توفقت على السوري تشوفها فينال هذه تفوقت عليه 10-0. الحمد لله وفقنا ربي، ودي الميدالية نهديها للشعب الجزائري والمناصرين اللي جاوا يشجعوا فينا عن قريب وعن بعيد. و 1 2 3 فيفا لاجيري. واي غاتنا ميدالية يا خو، راحت لك داف في بلادك حاجة فاهم شي سهلة. أنا دوك راني نكذب عليك يا خو، أنا مش حنرقد بها إن شاء الله يا خو. إن شاء الله الجايين يا خو نديروا نتيجة يا خو، ربي يقدرنا العمل والصرامة يا خو، نكونوا منضبطين إن شاء الله. الحمد لله ما تعبنا ما راحش باطل، نسير الميدالية الفضية ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. نتاسف معليش، انا شغل عدت من اصابه وما يسالت تغيب 3 أشهر، من بعد تعاود تولي في مده قصيره مده شهر ما يسهل. الحمد لله ربي قدرني ووفقني تحصلت على بونزيه وان شاء الله اقدم قادم افضل ان شاء الله. انا النزال تاعي الخصم ربحته في الفتره الصباحيه، وكانت زعما عندي نسبة كبيرة باش ناخذ الذهب، خاطر كنت فايز عليه في الفترة الصباحية. يا ربي ما كتبش، وزعما الحمد لله اللي درنا كاع اللي علينا، وكنت باغي نخلي الميداي دور لجيري، مي الحمد لله.